صح ولا لا؟ هو ما فيش فرق طبعا، انت عارف مش هقول بقى الواحد بيسخن يعني، بس انا كان عندي احساس بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا ممكن اجيب الضربه والرابعه والخامسه والله، يعني ممكن الاولى والثانيه والثالثه ما كنتش موفق فيهم. انت حاسس بده خضر قبلها؟ احساس ما اعرفش، احساس بيجي حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان انا حسيت ان الضربه الرابعه، وحسيت ان ممكن الخامسه الاخيره اللي صدها، لان في الاول انا بتكلم مع حتى مع لعيبته، احنا نشوط الاول ولا في الاول قالوا احنا نشوط. اتذكرت 2006، اتذكرت 2006 وانا واقف في الجون، ان احنا اللي نشوط ولا احنا اللي نوقف. بس زي ما قلت في الاول الاخير مش حته ضربات جزاء بقى. انا بشكر اللعيبه كلها، بشكر الجهاز الفني، بشكر باشمهندس هاني واتحاد الكوره، لازم نشكر اللعيبه كلنا، لان اللعيبه تلعب في خلال 48 ساعه تلعب ماتش مع المغرب، رطوبه عاليه بعد بدايه المباراه، بعدين احنا بنلعب هنا في بلد الرطوبه فيها عاليه قوي قوي. لازم اشكر اللعيبه واشكر الجهاز الفني زي ما قلت لك. الروح النهضه اللي موجوده في الملعب والاصرار اللي موجود في الملعب هي اللي عطتنا المباراه، ان انت تلعب في 48 ساعه. اكيد الكابتن حسام عارف، والكابتن وائل والكابتن نبيل، ما اكيد كلهم عارفين ان انت لما تلعب في خلال 48 ساعه وبتلعب ماتشين، ماتش بتلعب المغرب وبعدين بتلعب بوركينا فاسو في قبل النهائي، يبقى اللعيبه دي لازم، انا واحد حاضر لازم نرفع لهم القبعه. حتى البدلاء يا حضري، حتى البدلاء انا كنت شايف البدلاء عمالين بيجروا ليدي لحد ميه روح جميله. هو منتخب مصر زي ما قلت لك، هو منتخب مصر روح. سيبك بقى من الكوره، الكوره دي موجوده بتيجي وبتروح، بس هي الميزه الوحيده زي ما قلت، وفي ناس كده بتزعل مني حتى لما بطلع في المؤتمرات وبتكلم في افريقيا، ان منتخب مصر هو صاحب الروح، هو اللي بيخلينا احنا ناخد البطولات. في بعض الناس ممكن بيزعلوا مني يعني، بس بياخدوها بلدي. وزي ما قلت لك لازم اقول تحيا مصر، تحيا مصر، لان احنا بلدنا دي غاليه لازم نحافظ عليها. النهارده هنحتفل خلاص وكل حاجه، بكره عندنا يوم جديد، لان عندنا احنا هنحتفل ان شاء الله بقى في النهائي ورقصه الحضري والبطل، ونجيب لك بطيخه من هنا. لا خلي بالك احنا عندنا ظروف صعبه قوي، عندنا لعيبه ومصابين كتيره، الله يكون في عون مستر كوبر والجهاز. نتمنى ان النني يلحق ان شاء الله، نتمنى عبد الشافي يلحق بجد بجد يعني، الله يكون في عوننا كلنا، لان احنا يعني فرقه النهارده موجوده 19 لعيب من 23 لعيب، يعني حاجة يعني الله يكون في عون الجهاز الفني. نتمنى زي ما قلت لك يكون التوفيق معانا لاخر المباراة النهائية، ونحقق كاس افريقيا ان شاء الله، يبقى المرة الثامنة ان شاء الله على التوالي. بس زي ما قلت لك دي محتاجة دعوات مصر كلها لنا. مصر والله كلها بتدعي. انا حاسس ان مصر بتدعي النهارده، عارف ان انا يمكن ربنا مكرمني اكيد بدعوات المصريين برضه. مبروك يا اسطورة، مبروك يا حبيب قلبي، ومبروك للناس كلها، و1000 مليون مبروك، ربنا يكرمنا ان شاء الله بكاس ان شاء الله.